ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن افضل زيت بيقوي النظر، بيحافظ عندك على سلامة وقوة العين، قوة النظر، بيحمي من ضعف النظر مهما التقدم في العمر. طبعا بيضافها الى بعض المشروبات وبعض الاطعمة اللي احنا نتناولها عشان نحافظ بيها على صحة وسلامة العين. الميزة في الزيت ده ان هو مش هنحطه على العين، لا، الزيت ده يا جماعة عبارة عن كبسولات او دواء شرب بنشتريه من الصيدلية. الكبسولات دي تحتوي على زيت مهم جدا ومثبت علميا انه بيحافظ على صحة العين، ويعتبر اهم زيت لصحة وسلامة العين وبيقوي عندك النظر. طيب قبل ما اقول لكم ايه هو الزيت ده، في عندنا حاجة مهمة جدا وتعتبر قاتلة ومضرة وبتدمر عندك العين، هو يا جماعة تناول السكر، او لو انت شخص عندك سكر. طبعا السكر يا جماعة لوحده بيعمل مية بيضة للعين، بيعمل مية زرع للعين، بيعمل اعتام لعدسة العين، بيعمل ضعف للنظر، بيعمل التهابات كمان للعين، يعني ليه مشاكل كتيرة جدا على العين. معروفة كده ان مرض السكري او الناس اللي هي بتتناول سكريات وحلويات بشكل مستمر معرضة ان يجيلها مشاكل في العين كتير. عشان كده رقم واحد لازم نبعد عن تناول السكريات، ولو انت شخص عندك سكر لازم تظبط السكر بتاعك، ده رقم واحد في علاجك، رقم واحد واهم كمان من الفيتامينات والاطعمة والمشروبات. رقم اتنين يا جماعة وهو تناول بعض الفيتامينات المثبتة علميا اللي بتحافظ عندك على صحة وسلامة العين، على رأسهم واهم فيتامين هو فيتامين ايه. فيتامين ايه بيحمي العين من العمى الليلي، عشان كده نقص فيتامين ايه هيكون مصحوب بتشوش الرؤية الليلية. اي حد عنده ضعف النظر او عنده ضعف نظر بالليل لازم يكشف عند دكتور طبعا عيون، وطبعا لازم ياخد فيتامين ايه. فيتامين ايه ممكن ناخده عن طريق الاكلات او عن طريق الادوية، لكن يفضل تناول الاطعمة اللي تحتوي على فيتامين ايه في الصورة نشطة، زي عندنا يا جماعة الكبدة، البيض، الطعامين دول بيحتوي على فيتامين ايه في الصورة نشطة، لكن عندنا الجزر والبطاطا دول بيحتوي على فيتامين ايه لكن صورة غير نشطة، بيحتوي على البيتا كاروتين، والبيتا كاروتين محتاج ان هي تتحول لفيتامين ايه عشان يشتغل، تمام؟ كمان فيتامين ايه بيحمي العين من اعتام العدسة بتاعت العين، وفيتامين ايه بيحمي العين من جفاف العين، عشان كده نقص فيتامين ايه هيكون معاه ضعف الرؤية الليلية، جفاف العين، وكمان اعتام لعدسة العين. عشان كده يا جماعة نفضل نتناول الأطعمة اللي أنا قلت عليها، أو نجيب كبسولات تحتوي على فيتامين إيه. وخلي بالكم الزيت اللي أنا هقول لكم عليه في آخر الحلقة ده بيحتوي على فيتامين إيه وفيتامين دي، فيتامين د، وبيحتوي على الأوميجا 3، ودول أهم ثلاث حاجات مهمين جدا لصحة وسلامة العين. كمان مادة مهمة جدا مفيدة للعين وتعتبر من أهم المواد اللي بتحافظ على العين من التنكس البقعي، وتحافظ على العين من ضعف النظر مع التقدم في العمر، والمفروض المادة دي كلنا ناخدها يا جماعة عشان نحافظ فيها على صحة العين، وهي مادة البيوتين والزيازانسين. مادة البيوتين والزيازانسين بتحمي العين من التنكس البقعي وبتحمي ضعف النظر مع التقدم في العمر. موجودة فيه بقى؟ ممكن ناخدها عن طريق أدوية تباع في الصيدليات أو عن طريق أطعمة. أكتر طعام بيحتوي على مادة البيوتين والزيازانسين هو يا جماعة البيض، عشان كده البيض من ضمن الأطعمة اللي بتحافظ على صحة وسلامة العين. رقم اتنين عندنا يا جماعة الأفوكادو، طبعا دي فكة الملوك يعني. الأفوكادو يا جماعة بيحتوي على أوميجا 3، بيحتوي على مضادات أكسدة، بيحتوي على كم كبير جدا من الفيتامينات والمعادن، بيحتوي على فيتامين إي، كلهم مهمين جدا لصحة وسلامة العين. كمان عندنا يا جماعة الخضروات الورقية الخضراء زي الخس والجرجير والبقدونس والبروكلي، وعندنا كمان الكيوي، وعندنا كمان الاسماك الدهنيه، كلهم دول بيحتوي على ماده اليوتين والزيازانسين، ماده مهمه جدا ولازم نتناولها، لا اما عن طريق الاطعمه اللي انا قلت عليها، لا اما عن طريق كبسولات تحتوي على ماده اليوتين والزيازانسين. ولازم نتناول فيتامين مضاد للاكسده. كلمه مضاد للاكسده اللي هو بيحمي العين من الجذور الحره ومن الشوارد الحره، وبيطرد السموم من الجسم، وبيحافظ عندك على صحه وسلامه العين، وكمان بيحافظ عندك على يعني قوة النظر. هو يا جماعة لا اما فيتامين اي، لا اما فيتامين سي، لا اما السيلينيوم. دول تلات حاجات مهمين جدا لصحة وسلامة العين، اتناول اي فيتامين فيهم.
فيتامين اي وفيتامين سي عباره عن فيتامينات، لكن السيلينيوم ده عباره عن معدن نادر. اي حد عنده نقص في السيلينيوم هيجيلك مشاكل في المناعه، هيجيلك مشاكل في العين، مشاكل في الغده الدرقيه. عشان كده السيلينيوم معدن مهم جدا. الاطعمه دي لازم نتناولها يا اما عن طريق كبسولات او اقراص، يا اما عن طريق اطعمه. تمام. فيتامين سي موجود في الفنديات، عندنا البرتقال والجوافه والبروكلي والفلفل، دي كلها اطعمه تحتوي على فيتامين سي. فيتامين اي موجود في زيت الزيتون وزيت جنين القمح والزبده البلدي والافوكادو والمكسرات زي الجوز واللوز والاسماك الدهنيه، كلهم دول بيحتوي على فيتامين اي. اما بقى السيلينيوم موجود في البيض والخميره الغذائيه، اللحوم، الدواجن، الاسماك، المكسرات زي عندنا الجوز البرازيلي او الجوز العادي ده احنا بنشوفه كده في السوبر ماركت، او اللوز او البندق، كلهم دول بيحتوي على سيلينيوم. لازم نتناول يا اما فيتامين سي يا اما فيتامين اي يا اما سيلينيوم، كلهم مهمين جدا لصحه وسلامه العين. نيجي بقى لاخر حاجه في حلقه النهارده، هي دكتور الزيت المفيد جدا لصحه وسلامه العين، هو يا جماعه زيت كبد الحوت، كود ليفر اويل. زيت كبد الحوت اشمعنى ده بالذات اللي هو مفيد جدا للعين؟ عشان هو يا جماعه بيحتوي على فيتامين الف وفيتامين د، بيحتوي على الاوميجا 3، فيتامين اي وفيتامين دي والاوميجا 3، ثلاث حاجات مهمين جدا لصحه وسلامه العين. طب اي حد ممكن يتناول زيت كبد الحوت؟ اه طبعا اي حد، ما عدا اللي عنده حساسيه من زيت كبد الحوت ما يتناولوش. تمام، ده رقم واحد. رقم اثنين، عمل لك ترجيع او اسهال او مغص شديد، بلاش منه، لان هو ممكن في البدايه يعمل لك شويه ترجيع ومغص، ده من ضمن اعراضه الجانبيه. يعني مش لازم يحصل كده مع كل الاشخاص، لا، نسبه قليله ممكن يحصل معاها شويه مغص او ترجيع. رقم ثلاثة، الحامل ممنوع ان هي تاخد زيت كبد الحوت لانه بيحتوي على نسبه عاليه جدا من فيتامين الف، وفيتامين الف ممنوع في بدايه الحمل في اول 3 شهور في الحمل. كمان تحاول تتناول زيت كبد الحوت في الحدود المعقوله، يعني مش على الفاضي وعلى المليان تتناول زيت كبد الحوت، بناخد جرعات معينه، لازم تستشير الطبيب قبل ما تناول زيت كبد الحوت، لكن هو امن جدا حتى هو بيزود عندك الذاكره والتركيز. اي حد عنده ضعف في الذاكره والتركيز، عنده ضعف في المناعه، عنده نسيان، عنده تعب وخمول ورهاق وتنميل، عنده كمان يعني شويه ارهاق، اتناول زيت كبد الحوت. كمان زيت كبد الحوت مفيد جدا للبشره، بيدي لمعان للبشره، مفيد جدا للشعر، بيمنع تساقط الشعر وبيعمل على تطويل الشعر، يعني اللي هو ليه استخدامات كتيره جدا. وكمان زيت كبد الحوت مفيد جدا للقلب عشان هو بيحتوي على الاوميجا 3، والاوميجا 3 بتقلل دهون الذره، ودي اكتر حاجه بتضر القلب. عشان كده عاوز تحافظ على عينيك وعلى قلبك وعلى عظامك وعلى مناعتك وعلى طاقتك وعلى بشرتك وعلى شعرك، اتناول زيت كبد الحوت. بيباع في الصيدليات عن طريق كبسولات او دواء يحتوي على زيت كبد الحوت. غالبا الكبسولات بيتم اخذ كبسوله واحده بعد الغداء، ولو شراب للاطفال بيتم اخذ زي معلقه 5 سم مره واحده او مرتين في اليوم، على حسب حاله كل عيان وعلى حسب حاله انت تاكل ايه. تمام، لكن هو بيعتبر من اقوى الزيوت اللي بتحافظ عندك على سلامه وصحه العين. اتناول يا جماعه زيت كبد الحوت، لكن ما عدا الاضرار اللي انا قلت عليها. في كمان مشكله زيت كبد الحوت ان هو بيتعارض مع بعض الادويه، يعني هو عشان بيشتغل كمضاد برضه للتجلطات، فانت لو بتاخد مثلا الاسبرين او الورفرين الادويه دي بتعمل سيوله، فحاول ما تناولش معاها زيت كبد الحوت، لان الاثنين مع بعض ممكن يعملوا نزيف. تمام كده، ده بالنسبه للاشخاص اللي هم بيتناولوا ادويه مضاده للتجلطات زي الاسبرين. تمام، استشير الطبيب قبل ما تناول اي حاجه من الصيدليه، معروف. لكن هو زيت كبد الحوت من اقوى الزيوت والحاجات اللي هي بتحافظ عندك على صحه وسلامه العين. في كمان اخر حاجه في حلقه النهارده، في بعض انواع الاطعمه تعتبر من اهم الاطعمه اللي بتحافظ عندك على صحه وسلامه العين وبتقوي عندك النظر. اول حاجه البيض، عشان بيحتوي على فيتامين د وبيحتوي على فيتامين اي وبيحتوي على ماده اللوتين والزيرانسين وبيحتوي كمان على الزنك، كلهم دول مفيدين جدا لصحه وسلامه العين، يبقى رقم واحد البيض. تاني حاجه الاسماك الدهنيه زي سمك المكاريل والسردين والسلمون، عشان بيحتوي على كم كبير جدا من اوميجا 3، واحنا قلنا في بدايه الحلقه الاوميجا 3 مفيد جدا لصحه وسلامه العين، بيقوي النظر وبيقلل التهابات العين وبيمنع جفاف العين، وده موجود اكتر حاجه في الاسماك الدهنيه. عندنا كمان ايه، الجزر عشان بيحتوي على بيتا كاروتين، والبيتا كاروتين بتتحول لفيتامين اي وده بيقوي النظر. كمان عندنا الخضروات الورقيه الخضراء زي البقدونس والخس والجرجير والبروكلي، عشان دول بيحتوي على اهم ماده للعين وهي ماده اللوتين والزيرانسين، وكمان
بيحتوي على مضادات الاكسده وبيحتوي على فيتامين سي، وكلهم مهمين جدا لصحه وسلامه العين. كمان عندنا مكسرات زي الجوز واللوز والبندق، كلهم بيحتوي على فيتامين اي، بيحتوي على زنك، بيحتوي على سيلينيوم، وكلهم مهمين جدا لصحه وسلامه العين. وبرضه الكيوي عشان ماده البروتين، البروكلي عشان ماده البروتين، عندنا كمان الافوكادو عشان برضه ماده البروتين، كلهم مهمين جدا لصحه وسلامه العين. دول كانوا اهم الاطعمه، يا ريت تناولوها وبعد عن السكر تمام، ونحاول ناخد فيتامين الف والاوميجا 3 وماده البروتين وزيت السين وزيت كبد الحوت عشان هو بيحتوي على فيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3. انا كده جيت نهايه الحلقه النهارده، واشوفكم الحلقه الجايه.